نرجع مرة أخرى لأستاذ مختار نوح. يعني زي ما حضرتك سمعت يعني اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق بيقول إن السجون بتخضع لوزارة الداخلية وللنائب العام، ما ينفعش أي جهة أخرى تروح تخبط على الباب وتقول يعني أدخل، زي ما قال أحد الأعضاء النهاردة في مجلس النواب وقال ان مفيش اي مشاكل في السجون، انه لا في انتهاك لحقوق الانسان ولا تعذيب ولا رفض لزياره اي وفود، لكن المشكله الوحيده التي تعاني منها السجون هي مشكله التكدس. ما اعتقدش ان انا قلت غير كده، ما انا قلت ان المجلس القومي لحقوق الانسان بيستسمح ان يزور ودي اللي موجوده حاليا، وان السجون هي اللي بتسمح بالزياره من عدمه، وقلت ان النيابات الان ليس المناخ مناخ التفتيش على السجون، ولا تقوم بالتفتيش الدائم ولا حتى على الاقسام والحجز، ولا يوجد عدد يسمح بذلك، وبالتالي الذي يتحكم في السجون وزاره الداخليه. انا ما قلتش غير كده، فسياده اللواء ايدني تماما. اما مساله النظام فانا ادافع عن النظام اكثر من وزير الداخليه نفسه، لان انا اللي حريص على النظام، انا المواطن اللي حفر في الصخر عشان النظام ده يجي، وحريص جدا ان ما حدش يمس هذا النظام باي سمعه، باخفاء، بعدم تنفيذ حكم قضائي او ما شكل ذلك. يعني السجون انا عارف انها احسن، لكن احسن من امتى؟ احسن من ايام مذابح حسني مبارك؟ ما هو اللي كان بيتكلموا ايام حسني مبارك ويناقشونا برضه كان بيقولوا لنا ده احنا قمه الحريه وقمه العداله. احنا عايزين نص 30/6 تختلف عن نص حسني مبارك ومصر حتى انور السادات، نص جديده. هذه المصر الجديده تفكر بطريقه ان احنا مسؤولين عن المساجين زي وزاره الداخليه بالظبط، فكون احنا ما بندخلش الا بتصريح يسمحوا لنا بذلك او لا يسمحوا، وطبعا سبق السماح بالزياره الاخيره دي مئات المرات لا يسمح بزياره احد، وان في برضه ما زال مشاكل في سجن 15 مايو وفي سجن العقرب وفي سجن العزوري. طيب حضرتك بتقول مئات المرات لا يسمح بزياره الجهات الحقوقيه، طب بس انا بس بقف قدام النقطه لانها نقطه مهمه، هل فعلا مئات المرات لا يسمح بزياره الجهات الحقوقيه؟ طبعا ما فيش جهات حقوقيه لا يتساووا، احنا مش جهه حقيقيه. طيب المجلس القومي لحقوق الانسان برضه مئات المرات وهيصدر بينا قرار من البرلمان، احنا مش جهه حقوقيه زي المجلس المصري او الجمعيه المصريه. طيب خليني اخصص المجلس يعني القومي لحقوق الانسان، انا مش عارف اكمل ليه، مش عارف، ما هو انا بس بستوضح النقطه وحضرتك كمل براحتك تبقى مفهومه. يعني ما هو انا عاوزه النقطه تبقى مفهومه، المجلس القومي لحقوق الانسان مئات المرات لا يسمح له بالزياره؟ طبعا. طيب كمل نقطة حضرتك. المرات يسمح بالزيارة ومنها طلبات انا طبعا عاصرته هذه الطلبات في تقديمها. الداخلية تسمح او لا تسمح ده حقها، بس ده حقها بحكم الواقع القانوني اللي موجود دلوقتي. احنا مش عايزين نتجاوز، احنا بنأمل ان في يوم من الايام يبقى السجون والاقسام تقدر تقول لاي حد اهلا وسهلا ومرحبا في اي وقت، تعال اتفضل زور، زي بالظبط كده لما كانت السفارة الأمريكية. عشان كده بقول لحضرتك السجون لا تتمتع بمساواة، السفارة الأمريكية كانت بتدخل في أي وقت تفتش على راحة سعد الدين إبراهيم وعلى راحة الناس المحبوسين على ذمة قضايا جاسوسية. إحنا بنقول عايزين المصريين كلهم يبقوا سواء في التعامل، وإحنا نعرف كويس قوي إن الداخلية الآن أفضل بكثير بكثير مما سبق، لكن إحنا مش عايزينها أفضل مما سبق، لان عشان نقارنها بالجحيم اللي كان موجود ايام حسني مبارك نبقى احنا غلطانين. احنا عايزين نقارنها بالصحيح من القانون، ان كل مواطن ياخد حقه، مفيش حاجه اسمها زياره 5 دقائق او زياره ساعه، ناس تقعد في زياره ساعات، مفيش حاجه اسمها ان ناس يصرفوا على السجن وناس مش لاقيين ياكلوا جوه السجن. اما اكل السجون فانا طبعا عارف اكل السجون ومجربه سنين طويله في عصر مبارك، وان شاء الله باذن الله لو كان وصل اي تحسن في السجون في الاكل او كده كان المساجين قالوا لنا، لان يعني احنا بنسالهم وبنتناقش معاهم. الكلام اللي احنا بنقوله ده عشان احنا حريصين على النظام وعشان احنا جزء من النظام، ما احناش ضد. يعني انا مش عايز حد يصورنا ان احنا عايزين نشوه صوره النظام ويتقال انتماءاتنا، انا انتماءاتي مصري وقلبي وقالبي سيسي. وانا ساهمت في 30/6 بحياتي كلها. طيب. واتعرض للاخطار من اجل حمايه هذا النظام. طيب. فانا مش عايز ان كل حوار نقوله يتحول. طيب. الى ان احنا وضحت فكره حضرتك.